مرحبا بكم في كويزين عفاف. اليوم مش نعمل لكم انترموس ايغلاس، يسميوها في الخارج سمي فريدو. بالنسبة لهذايا خذيت 80 غرام سكر كاسونات، نجم تعمل سكر عادي باش نحطه فوق النار حتى لين يولي كراميل، وخذيت عليه لان هنا 55 غرام بوفريوة. البوفريوة هذه تنجم تعوضها باللوز. هذه في مرحلة اولى مش نعمل بوفريوة. كراميليزي حطيته على النار، بدي تاخذوا مغرفة لوح تخدموا بها حتى لين يتحل يولي كراميل. صحيح مش نمزج فيه، نمزج دخل العسل في البوفريوة هذه. خمسة وخمسين غرام بوفريوة خذيت، مش حاجة كبيرة. صحيح قريب خليه يبرد على الشيرة. خذيت اكستري دو كافي، اللي ما عندوش اكستري دو كافي تنجم تاخذو تشري موكا حاضرة اللي من يبيعو كل ما هو تابع للباتيسري. حطيت ما باماري ما يسخن، مش نعمل باماري به. هذوما مغرفتين بالنسبة للإكستري دو كافي. حطيت 60 غرام سكر عليهم، 3 صفار بيض، حطيت شوية عصرة قارص باش نحي الريحة نتاع العظم. في مرحلة موالية هي فمش طيبوها بالعظم الني، أما أنا باش نعملها باش نطيبها العظم الأصفر باش نعملو كي الكريم. نقعد نركض فيه فوق باماري حتى لوين، كيما الكريم انجليز عملتها في الفريزيي في وصفه من وصفاتي. نعمل الكريم هذية نقعد نخدم فيها حتى لوين توصل درجه حراره 70 درجه، ولا تراها اللي هي ولات كريم كريم خاثره كريم، هكا نتولي مطمئنه اللي هي ما فيهاش جراثيم. فيها الاكستريم تاع الكافي، ما عندكش اكستريم كافي تبدا عندك قهوة قوية. هي الكاسوناد المزين المزيان، علاش خاطر تعطي هالكولور هذا مش كيما السكر العادي باش يعطي لون، ما با يخلي البياض هو لونه عم استصفر، لان هني يعطي الكولور مزيان مع القهوه تولي كولورها مزيان. باش نرجع نحطها على الباماري ونبدا نخلط. هذايا البوفريوة الكراميليزي خليتها تبرد، باش نردها كونكاسي توا. بردتها باش ناخذ 250 مليلتر كريم ليكيد فرواد تبدا على الاخر.
ديجا خذيت القياس هو هذا، يا 250 غرام يا 250 مليلتر. هذايا احضر، هذايا في العاده هما يخدموا كما قلت لكم بال يركزوا صفار البيض لغير لا يطيبوه، اما اني مش عملته بطريقه هكا، نحلي ميكروب وكل كي على اساس انه يتحط في الكونجيلاتور وكل الميكروبات تنح. حضرت هذوما، نجم كانت تبدا عندك درام كان صغيرات هكا تغطيهم بالالوفري تحضرهم به. توا خذيت بريباراسيون هذه نتاع البياض اللي خدمت صفار البيض بالسكر، باش ندخل عليه، باش نخدم هكا بالسباتول حضرنا هذه تتحط في صحافي كيف هكا، يا بلار يا اون بابي ولا الومنيوم، تتحط في الكونجيلاتور وبعدها تتقدم تتخر تصبها في صحن زينها بشويه لوز مقلي. وهي الفرق بينها وبين الكلاس انها في ساعه ما ترجع للتمبيراتور امبيونت اذا خرجتها، معناها تولي في ساعه سائله. تكون اذا حاجه بارده في عشويه والا تكون ديسير بعد الاكل. هكا توا حضرت سومي فريدو اللي هي نسميوها سومي فريدو، وهي انتر موس وغلاس. باش نعبيها هكا ناخذ فورمة الصحفة ومن بعد كالي نقلبها على صحن ونزينها. نعمل واحدة أخرى راني شادة روح. باش نواصل العملية بالطريقة هاكي، نحطها في الكونجيلاتور حتى لوين تحضر. تلقاها تتقرمش ما بين غلاسي
حاجه كروكونت، الكراميل اللي فيها. ان شاء الله تعجبكم الوصفه، جربوها واعطوني رايكم. مادام صيف الفتره هذه باهي، حاجه بنينه. نجم راهو تبدلوا القهوه بالشوكولا هكا، خاصه انه الصغار يحبوا الشوكولاته. حطوا شوكولا نوار. نواصل العمليه، نرجع لكم بعد.